حدث هذا في الصيف، وأعتقد أن الوقت كان متأخرا في فندق في مدينة كبيرة مع أمي وشقيقي الأصغر. كنا نزور عائلة، وعندما وصلنا للفندق أخبرتني أمي أن أراقب أخي الأصغر مني في حين تحصل هي على بطاقة الغرفة. قمنا بالجلوس والاسترخاء على الأريكة، وفجأة ظهر رجل يبدو كبيرا في السن، حوالي 40 عاما، يمشي في منتصف الفندق وجلس في الأريكة المقابلة لنا. تبدو ملامحه كشخص عادي جدا، لكنني كنت أشعر بعدم الارتياح له. ولكن لحسن الحظ نادتنا أمي وقالت لنا الغرفة جاهزة. تركنا المكان وذهبنا للغرفة. بعدها عدنا للغرفة في السابعة، وأخبرتني أمي أننا نستطيع السباحة في حمام سباحة الفندق. ذهبنا جميعا للغرفة لتغيير الملابس، وبعد بضع دقائق وصلنا لبركة السباحة. فجأة ظهر هذا الرجل من جديد. في هذه المرة كان يرتدي سترة وسروال جينز، وكانت أمي قلقة بشأن ذلك، وقالت لي إن لم يغادر في خلال 5 دقائق سنعود للغرفة. مرت 5 دقائق وكان لا يزال هناك، فقررنا العودة إلى الغرفة. بعد ذلك قمت بأخذ شريط فيلم مستأجر لكي أشاهده، وكانت أمي قلقة من هذا الرجل الذي قابلناه مؤخرا. دخلت أمي الحمام، وفجأة سمعنا دقات في الباب. قال الرجل إنه من عمال نظافة الفندق، لكنني كنت أشك في ذلك، وكنت بحاجة ماسة إلى منشفة أخرى، فقمت بفتح الباب وإذا بي أنصدم مما رأيت. إنه نفس الرجل الذي قابلناه من قبل مع ابتسامة عريضة ومخيفة، وحدث ما كنت أخشاه. فقد تعرضت للخطف والاغتصاب والتعذيب، ولكن أمي لم تسمع الصراخ بسبب صوت المياه في الحمام. وبعد خروجها تفاجأت بالرجل يقوم بتعذيبي، لتقوم بالاتصال بمكتب استقبال الفندق وتطلب المساعدة من الشرطة، ولكنهم لم يسمعوها جيدا واعتقدوا أنها تريد تغيير الغرف ليغادر الرجل بعيدا عن الفندق. لحسن الحظ كان الجميع بخير ولم يقتل أي أحد، وكان هذا الأمر أسوأ ما صار لنا خلال هذه الرحلة. هل سبق لك وأن شعرت بشعور غريب لبقائك بمفردك في غرفة الفندق؟